تيشنق عليه. اشنو معنى هذا الكلام ديال تيشنق عليه؟ عامة تنقولوا تيشنق عليه، تتشنق هكا، هذا تتسمى تيشنق، يعني حالة خطيرة. ولكن هذه الحالة ديال الواحد المراجع ماشي راه يشنق على عنقه، ولكن راه يشنق على الذكر ديالو. اذا يعني بالنسبة لهذه الحالة هذه، هو حقيقة واحد السيد اللي زعما كان متزوج لمدة سنوات، دابا في العمر ديالو تقريبا يعني واحد 50 سنة، وكان متزوج وطلق، ولكن لمدة يعني كان عنده واحد المشكل ديال الفشل ديال الانتصاب أثناء العلاج، يعني فوق ما يعني تيجي باش يدخل مع الزوجة ديالو إلا تيفشل مدة أكثر من 10 سنوات، نفس المشكل ديال الفشل. الراجل بغى يتسطى، يعني ما خلى لا مدان، يعني سميتو ملي تيكون بوحدو الذكر ديالو تينتصب الصباح، تينتصب مثلا إلى دار العادة السرية تينتصب عادي. وطبعا كان من قبل تيدير العادة السرية ملي كان صغير، ولكن وقفها وتزوج بحال مثل الرجال يعني، ولكن بقى المشكل بحال هكا فوق ما تيجي يدخل فوق ما تيفشل. الرجل بغى يتسطى تماما لان مشكل كبير، والذكر ديالو مزيان، الخصيتين ديالو مزيان، وهو شنو كان تيدير بعد النوبات؟ يعني لان بغى يتسطى الرجل، رايح ماقل يعني تيفكر في هذه القضيه ليل ونهار، وما عنده حتى شي شغال الا هذه القضيه هذه. اذا اشنو تيدير بعد النوبات يعني باش يدخل؟ لان ملي تيجي يدخل تيفشل، تيشدو هو وتيشنق عليه، تيشنق على الذكر ديالو وتيبغي يدخلو بهذه الطريقه هذه. ما يمكنش، يعني انت دابا الى شنقتي على الانسان يعني هذا التصرف، هذا تصرف خطير، يعني هذا تصرف يعني حيواني واكثر من حيواني، اجرامي. يعني انت تشنق على انسان مثلا، هذا تصرف اجرامي خطير للغايه. ولا داك الانسان اللي شنقتي عليه بغيتي يحبك، بغيتي يرغبك، لا ما يمكنش، لان هذه محاوله قتل. يعني انت تشنق على شي واحد لا قدر الله ممكن تقتله، ولا شنقتي على الذكر ديالك يعني حتى هو محاوله ديال قتل الذكر ديالك. اذا هنايا يعني هو الذكر ديالو كان كبير شويه، ولذلك تيجبر كيفاش يشنق عليه وتيبغي يدخلو بهذه الطريقه هذه. ما يمكنش على انك مثلا تشنق الذكر باش هو يدخل، هو ما بغاش ينتصب مثلا في وقت العلاج، يعني ملي تتبغي تدخلو تيفشل. اذا ما عنده حتى علاقه على انك تشنق عليه، تشنق عليها شنو هذا التصرف هذا؟ أنا بقيت حقيقة مستغرب، قلت له كيفاش يعني تشنق على الذكر؟ قال لي ما عنديش، ما جبرت حتى شي حل، الحل هو أنني نشنق عليه باش يدخل. يعني هذا تصرف حقيقة يعني ما عنده حتى شي أساس من الناحية العلمية، وعلى أي حال واخا دخلوا بهذا الذكر يدخل فاشل، يعني والذكر خصو يدخل، ما يمكنش دير علاقة جنسية. أو راه درنا عدة فيديو بحال دابا، يعني حقيقة شي أشياء يعني منين نديروا هذا لي فيديو مثلا على الحياة الجنسية مثلا عند المغاربة وعند الرجال بصفة عامة في المجتمع، يعني تنجبروا شي أشياء غريبة. تصور دابا نتوما براسكم اللي تتشاهدوا معايا هذا الفيديو، هذه أنك تشنق على الذكر ديالك هكا باش تدخلو، شيء غريب. يعني أنا براسي عمري ما سمعت هذه القضية، هذه أول نوبة في الحياة ديالي تنسمع يعني هذه القضية. قلت على أي حال راه ما يمكنلوش، كاين هناك بعض الرجال اللي عندهم الخوف من العلاج، يعني هو عادي نورمال، ولكن ملي تيجي مع مراته باش يدخل تيفشل. هاد القضيه تنجبر مثلا عند النساء التشنج المهبلي، كاين بعض النساء تيكون عندهم واحد الخوف. طبعا هاد الحاله شويه معقده، لان هو عنده انتصاب صباحي، عنده تيكون بوحدو تيدير العاده السريه سميتو تينتصب، عنده الرغبه الجنسيه، ولكن في وقت العلاج تيفشل. والراجل بغى يتسطى لان حتى هو باغي الاولاد وهي بغات الاولاد. طبعا من بعد يعني واحد السنوات ديال الزواج المراه طلبت الطلاق حتى هي، وجمت الاسباب يعني التصرف هذا. ما يمكنش يعني مثلا يعني تشنق الذكر ديالك باش يدخل، باش يتم العلاج بهذه الطريقه هذه. على اي حال كل ما فكرتي في هذه القضيه هذه، كل ما يعني تيكون العقل ديال الانسان هو الطبيعه ديالو من نوع عقلي انا اللي مقلق، ودغيا تنخاف، ودغيا تنتخلع، ودغيا تنتقلق. اذا هو في وقت العلاج مثلا، لان الخوف من الفشل يؤدي الى الفشل، ومن يوقع له هذا المشكل مثلا النوبه الاولى والنوبه الثانيه والثالثه والرابعه والخامسه، فوق ما تيجي يدير شي علاقه تيفشل، فوق ما تيدير شي علاقه تيفشل في هذه الطريقه هذه.
الا مثلا دار علاقه سطحيه ما تيفشلش، لكن اذا دار حاول على انه يدخل هنا تيفشل. كان مثلا عنده طبعا تفسير هذه الحاله هذه، يعني ماشي سهله، هي حاله معقده. اي شنو اللي تيخلي هذا الراجل مثلا اللي تيكون يدار علاقه سطحيه ما كاين حتى شي مشكل، دار العاده السريه ما كاين حتى شي مشكل، ولكن العلاج هنا راه يفشل. ربما حتى القذف السريع مثلا جوج الاسباب ديالو هو داك الخوف من العلاج. وكذلك بعض الحالات عند الرجال تيكون عندهم، راه هضرنا على بعض الحالات، الخوف من العلاج عند الرجل، يعني ماشي عند المراه، كنا بلا فوبي دو بينيتراسيون. هنايا الرجل يكون عنده الخوف من العلاج، يعني داك الخوف من العلاج يخليه مثلا بحال داخل مثلا شي غار، ولا داخل شي حاجه اللي مثلا يقدر ترى له شي مصيبه ولا كذا ولا شي حاجه من هذا القبيل. إذن على اي حال يعني حسنا نحيدوا اولا داك التصرفات الغير اللائقه ولا علميه، مثلا كيفاش تشنق على الذكر باش تدخل، ما يمكنش، مستحيل يعني باش دير هذه القضيه هذه، يعني هذا تصرف غير لائق تماما، وماشي هي هذه الطريقه. الذكر تيكون منتصب حسو يبقى منتصب ويوقع العلاج بصفه يعني عاديه. اذا تيكون تصرفات من هذا القبيل، يعني تيكون داك الوسوسه، تيكون الانسان تيفكر الليل ونهار قليلا بعد ما كاع تنفكر في الانتحار. يعني الا تصاب مثلا بالاكتئاب مثلا وتتقل الرغبه الجنسيه، هنا عيدين يعني ما راه يقدرش يوقع الانتصاب مزيان. لان يعني كثير ديال الرجال اللي تيكون عندهم الخوف من الفشل يؤدي الى الفشل، يعني تيكون خايف من الفشل ومن راه يمشي يدير داك القلق ديالو راه يخلي الذكر ما ينتصبش، وهنا راه يوقع الاشكاليه وراه يفشل. هذا ناحيه. من ناحيه اخرى هناك طبيعه الرجل، هناك هذا التصرف انك تشنق على الذكر باش يدخل، ما يمكنش، يعني كيفاش هذا شيء غريب، يعني بعد ما تسمع شيء اشياء غريبه. اذا عده امور، طبعا القلق اذا كان مثلا خايف هو لا يوقع له ذاك المشكل، راه يوقع له ذاك المشكل. داكشي باش قلنا الخوف من الفشل يؤدي الى الفشل. طبعا عطينا بعض النصائح، عطينا بعض الادويه اللي ما تاثرلوش على الغريزه الجنسيه والقوه الجنسيه، ورنخدموا معاه ان شاء الله باذن الله باش يعني الامور تمشي مزيان. اذا كان مثلا الذكر تنتصب وفقط في وقت العلاج، يعني ملي تيجي يدخل الذكر ديالو عاد يفشل، هنا مشكل. انا نحاول ان شاء الله باذن السميع العليم اننا نعالجوا هذا المشكل بدون انك ما تشنق على الذكر ديالك، ما يمكنش تشنق عليه تقجو، لان ماشي انت اللي تتحكم مثلا في الذكر. هذه القضيه مهمه والرجال خصهم يعرفوها، لان كثير من الرجال مثلا ملي تيوقع لهم شي قضيه ديال الفشل تيبقى يفكر فيه وتيبغي يعني انه هو يقوم الذكر ديالو. لا، هناك ما يسمى هذه القضيه، غنديروا عليها واحد الفيديو، ما يمكنلكش انت تتحكم في الذكر ديالك، هو تينتصب لوحده، يعني ما يمكنلكش انت تقول له قوم ولا تقومه بالزز ولا بالرغم ولا بالشده، لا، التصرف غير لائق، وما يمكنش اي رجل مثلا ديروا اشياء من هذا القبيل. هذه تصرفات اللي ما عندها حتى شي اساس يعني من المنطق ومن الطب يعني النفسي او العلمي. اذا هناك كثير من التصرفات اللي حسنا نتجنبها، بحال هذه القضيه ديال الشنيق، شيء يعني غير لائق تماما وما يؤدي على اي حال حتى شي جدوى. ما يمكنلكش تقومه انت بهذه الطريقه هذه، هو تيقوم بوحده، ولكن الا بغيتي تقومه ما يقومش، يعني تيقوم بوحده. اذا نتمنوا انكم استفدتوا من هذه الحاله، نتمنوا كذلك تشاركونا في فيسبوك دكتور بينيشو، يوتيوب دكتور بينيشو، انستغرام تشاركونا كذلك دكتور بينيشو. موعدنا كل يوم الاثنين على الساعه 10 بالليل ان شاء الله، ونقوم بالفحوصات فيما يخص الطب النفسي، فيما يخص الاضطرابات الجنسيه، فيما يخص العلاج السلوكي والمعرفي، فيما يخص مرض السمنه، فيما يخص يعني المخدرات واضطرابات النوم. ورقم يعني الواتساب 06 64 00 95 50 06 64 00 95. وشكرا لكم.